إنسان بسيط، ولد مدينة فاس، تزاديت في 1952 في أسرة متوسطة الحال. طبعا كثرت الحوت لأن ما كانش تنظيم الحمل ديك الساعات وداك الشيء وإلى آخره. المهم من مدينة فاس قريت المسيد بحال التلامد للسئناس باش تدخل المدرسة. دخلت للمدرسة الابتدائية مع كامل الأسف أنني كنت أكبر كسول في مدينة فاس، يعني إلا بغيتي تصنف ودير ترتيب رقم واحد كنت هو أنا. كان مشي ما كان عرفشيش كان كيتقول في ذاك المدرسة نهائيا، وخصوصا مني وصلت للسنة الرابعة وما عرفتش كيفاش توصل لذاك السنة الرابعة. كل سنة كل قسم كان جلس فيه عامين. مني طلعت للسنة الرابعة جات قراتنا مدرسة فرنسية كأنها هي من كوكب وأنا من كوكب آخر. المهم هاد الشيء جعلني نجلس من المدرسة لأن والو ما كان مشي ما كاين حتى جدوى. جلست اشتغلت مع الأب ديالي في حرفة الخرازة في مدينة فاس لمدة. هنا الوعي ديالي بدا كيتطور، جيت لواحد العالم آخر، عالم الحرفيين والصناع التقليديين، وخصوص المحل اللي كان كيشتغل فيه الأب ديالي الله يرحم الجميع. يومين عندنا زوار، وهاد الزوار مختلفين، فيهم سياسيين، فيهم علماء، أساتذة، موظفين، حرفيين، ناس بسطاء من جميع الأصناف. وكانت الهضادر والكلام، وأنا ديك الساعات كان أروى. بالإضافة أننا إحنا في المحل اللي كان شغلوا عند في المحل الوليد 18 ديال الصناع، كل واحد كيهضر، كاين اللي كيغني، كاين اللي كيعود الأزلية، بمعنى اليوم كله كيدوز. زدت شوية دخلت للمسرح، بديت كندير مسرح حزب الاستقلال. هذا المسرح حتى هو مدرسة أخرى، وليت كي كطلع تواجه الجمهور، ويعني ويمكن لك ترتاجل، تمشي لك الحوار وترتاجل. فخديت شيء من المواجهة والوعي، خصوص أن الناس اللي هذا كنت كنسمع وكنرواه والحلقة وواحد المجموعة الأشياء. بقات القضية هكا إلى حدود 77. في 77 التحقت بمجلس النواب موظف مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعددية اللي كان كيترأسو أنا ذاك المرحوم عبد الكريم غلاب، وكنت أنا أول موظف اللي كان نولج المؤسسة التشريعية بالنسبة للفروق. وهذه كان فيها بالنسبة لي الله سبحانه وتعالى اللي خطط لي هذا الخط. دخلت أنا أول موظف للفريق، وكان دخلت ولقيت كاين رئيس مصلحة وكتيبة وداك الشيء، بحكم أنني شاوش غيدير لي كرسي في الباب، وكان ممكن غتبقى القضية هكذاك. بحكم أنني دخلت أنا اللي كاين وعطوني السواد المكاتب للفريق، وليت أنا اللي كان قد نصوب الكرسي فين يجلس رئيس الفريق وفين نجلس أنا، ومن جات الكاتبة أنا اللي قديتها، وأنا اللي عملت الصادرات والواردات، وبديت كان الشاهد كنوريهم داك الشيء كيعجبهم الخدمة ديالي. يعني ملي خدمت أنا بواحد 3 شهور عاد بداو كيلتحقوا، من بعد 6 شهور عاد التحق الثاني، من بعد عام عاد التحق الرابع. فخديت أنا واحد 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 المسافة، ويعني وطورت نفسي من خلال داك الشيء اللي كنت كنشتغل فيه. هنا الناس يعني صراحة البرلمان هو واحد المدرسة كبيرة، دازوا فيها أساتذة كبار، لا في السياسة ولا في الفلاحة ولا في الاجتماع ولا في الاقتصاد ولا في المال، ولا يعني كانوا كيجيو كيقولوا بواسطة ديال كل القطاع، وأنا محشي في وسطهم، هما تيهضروا هضرتهم، وانا داك الشيء كيدخل لودني بلا ما كنشعر. بالاضافه انني كنخدم الخدمه ديال 4 و5 د الناس، ولو انني عاون خدمه شاوش كنشد 670 درهم في داك الساعات، ما كيهمنيش انني ناشط، كاين معاك كبار القوم ديال البلاد ومستويات عاليه فيهم، اللي كان كيشوف هاد كان كيتنبأ لي وقال لي علاش لي ما تقراش، علاش لي ما تمشيش تكمل الدراسة ديالك. باش نكمل الدراسة ديالي ما يمكن ليش، لأن ما عنديش واحد لاباز، واحد القاعدة، ما عنديش الباك ولا البروفي نقوله، ولا ما عنديش شهر رابع ابتدائي إيش غنقرأ، يعني ما عندي ما نقرأ، ما مشي تقيد في البروفي ما يمكنش.